بهذا الاتجاه. طبعا السعودية خاصة كلمة الأمير اللي حكاها الأمير محمد، أعتقد مع خطتهم مع 2030 أعتقد محمد بن سلمان، أعتقد الخطة والطريق مبين، يعني حتى الحركة دا تشوف الحركة موجودة بالمنطقة كلها، يعني على موضوع أنه تطور السعودية وهذا شيء جميل. يعني أنت عندك بلد مثل السعودية من تكون بعض البلدان يعني يهديها الملاعب ويهديها أو الأمور التبرعات أو المساعدات اللي تساعدها على حجم المملكة العربية السعودية، على مساحتها، على الموارد البشرية اللي عندها، أعتقد قادرة أنها تكون رائدة في هذا المجال، وهذه خطوة مهمة. طبعا موضوع السعودية في موضوع الرياضة أعتقد هذا أيضا راح يحفز ويعطي دافع للبلدان القريبة أيضا أن تقوم بهذا الدور، وهذا شيء مهم. يعني إحنا عندنا قطر استضافت كأس العالم، استضافت كأس آسيا، عندنا السعودية أيضا مقبل على هذا الشيء. أعتقد أنه هاي المنطقة خاصة منطقة الخليج خالد راح يصير مصدر للرياضة العالمية للأمانة. أنا أحس هيك، يعني أحس التوجه بهذا الاتجاه، يعني إذا صارت عندنا بالسعودية، عندنا في قطر، عندنا في الإمارات، وعندنا ممكن يصير بالبحرين، عمان، عندنا أيضا ممكن تنخرط بهذا الموضوع، والكويت عندك، يعني رغم المشاكل عندها لكن أعتقد همين راح تجي بهذا الاتجاه. بس عفوا، أي مشاكل تدخلني في مشاكل أنت؟ ليش؟ أنت تقول رغم المشاكل، أي مشاكل؟ مشاكل الاتحاد كان عندهم فترة سابقة، كان الاتحاد الكويت عندهم توقف مشاكل لما توقف النشاط هذه خلاص راحت انحلت الحمد لله. المشكلة هي هذا التوقف يأخر النمو الرياضي هناك عندهم. يعني انت تعرف الكويت كانت رائدة لكن هي اختفت فترة عن هذا، وهذا أثر على الكويت وأثر علينا احنا نفسيا، يعني حتى احنا الناس القريبين على الكويت. لكن انا اتوقع في الفترة القادمة خالد راح يكون هناك تطور كبير بالمنطقة من ناحية الرياضة. تفضل ماي. ممكن نتكلم يا خالد؟ لا صعبة. بس شوف يا خالد، بالنسبة للكويت والبحرين احتاج لها فترة زمنية طويلة. إن شاء الله نبيقدرون. ليش لا؟ احنا نقول في النهاية قطر بدتها. شوف قطر بدتها وقالت لك ما في شيء اسمه مستحيل. وإن شاء الله هذه العدوى تنتقل حق كل دولنا بدون نقاش. معش عندي والله 45 دقيقة ينتظرون على الخط يا شباب. ماكو مستحيل. ثامر من الرياض، تفضل يا ثامر. السلام عليكم، صباح الخير. يا هلا بثامر. تحياتي لك خالد. الله يحييك يا ثامر، تفضل الله يحفظك. حاب اول شيء اشكر طبعا الجميل في العالم والشيخ لك طبعا الضيوف الكرام. الله يحييك. تحية خاصة لنور ابو الغيرة. يستاهل ابو الغيرة. استمتعنا جداً بتعليقات في العالم، المباريات، الملاعب، السوق واجب، ضرب كيف مطاح كأس العالم، وضرب الضم، وإن شاء الله. والله يبا اسمحني، أنا آسف يا ثامر، أنا آسف، ما أسمعك أنت. ما اسمعك الله يحفظك، عاد صوتك يقطع وايد، يعني فما ودي ان تعبك وتتكلم وخاطر ما حد يسمعك. يا ريت يتصلون فيه من تليفون عدل. محمد تبازة من وين؟ من الجزائر. من وين؟ من تبازة. محمد من تبازة. السلام عليكم. يا هلا اهل تبازة. السلام عليكم. عليكم السلام. محمد من وين في تبازة يعني، وش القرب من العاصمه؟ الجزائر. من العاصمه الجزائر يعني. لا مليت تبازة الجزائر. أهلا وسهلا فيك. تحية خالصة لك الأخ ولكل إخوة الأعزاء الأوفياء الثلاثاء. الله يحييك. كيف أبدأها وكيف أصل إلى عرضها وكيف أختم هذه الحكاية التي أنتم أصلوها؟ يجب الإنسان على صراحة مونديال قطر فوق كل اعتبار. عن أي مسخرة أتكلم وعن أي نسخة مونديالية أتحدث؟ بنية تحتية برؤية قطرية تروي ألف حكاية ورواية، ملاعب بتصاميم تسر الناظرين تحاكي التراث العربي القطري الأصيل، تستحقون الثناء والإشادة صراحة دون مبالغة ولا مجاملة ولا مزايدة. مجلس اللباقة بمحتوى الأمانة مع صانع الألعاب أفضل جاسم، رفقة قيم فنية بتقديرات وتحليلات فريدة من نوعها. سأتم مضطر أخ جاسم إلى أن أمر كلمات بالقدم اليسرى على طريقة ليونيل ميسي إلى كل من الإخوة أحمد رواد، مشكور على حضوره طبعا بالإضافة للصلحة، وأقول لهم بأن النجمة الثالثة بإذن الله بقدائل المنتخب الأرجنتيني بتكون الكرة صورة اختتام وكبر اختتام للجولة الأرجنتينية ليونيل ميسي.
لتكون الرجل اليوم مصطدى الى التوديه طبعا تجديدات الى كل من الاخوه الاساطير حاضرين معكم في الاستوديو الى كل من الاسطوره العراقيه. والله يا ناصف يا محمد أنا ملتزمين بالوقت اليوم لازم 90 ثانية الكل يقول كلامنا في مكالمات كثيرة وإلى تمريراتك تكون باليد. معتز من تكساس حيا الله أهل تكساس. معتز فضل من قال يا حي أبو جاسم شلونك يا هلا تظل أنت بقلبنا دوم خالد ولا عنك يزل في يوم خالد قلبي لا تظن للنوم يونس خالد ينبض إليك صدق مو إلي سلام على الكباتن جميعا بدون استثناء وأحب المسي على المستشار الله يمسيك بالخير ونقول على يسرتك يا خالد قاعد وليفي سالف مع السك بالقلب مو خليفي مستشار المجلس وهيبته خليفي مارادونا التحليل انت وبيل ديه الله يسلمك ونحب نمسي على الكابتن يونس يستاهل يونس مبارك عدل والكابتن الحضري يستاهل حاجة يعني حاجة صغيرة طيب والكابتن يونس ونقول على الحضرية قلبي دوم مس واصبح بطاري يونس يستاهل ومسي إذا هي الطوبة لاحت رجل مسي ميسي يظل يخطها كل خمسة سوية سلام ونحب نتمزي على الكباتن المشجعين الأرجنتين كابتن الرواد والكابتن أبو عمار وأبو جاسم يعني أنطي الرواد حكي يستاهل الرواد يستاهل أسبوع أبو دنون والحضري السموحة والعذر والله يا أخوي 90 ثانية أنا آسف مشكور يا معتز خطي الرجال لكن مشكور على كلامك الطيب مشكور يا معتز خالد من أوسلو من النرويج حي الله خالد بقنا بوجودية خالد توقعاتك من يفوز بكرة المغرب ولا كرواتيا يا هلا الله يخليك تفضل الله يحفظك يا مرحبا ألو خالد خالد نعم تفضل الله يحفظك خالد والله أنا آسف كنت تلفونكم كان عندك مشكلة ايه احنا تلفوننا جهازي من زمان ادعي من زمان مشكلة أزلية ترى الله المستعان ألو طيب